قدمت باحثة في مرحلة الدكتوراه بقسم الأنظمة بجامعة أم القرى ندوة عن بعد بعنوان التدريب الميداني في أقسام الأنظمة في الجامعات السعودية. وقدمت الندوة مقترحات تضمنت دراسة بحثية لتطوير المنظومة العملية والتعليمية في المملكة لتلائم متطلبات سوق العمل. وخلصت الدراسة التي احتوت على عينة لآراء أساتذة جامعيين إلى أبرز المعوقات التي تحول بين طلاب أقسام الأنظمة وسوق العمل، من بينها عدم تأهيل الطلاب للواقع العملي وقلة أماكن التدريب، إضافة إلى عدم وجود تعاون بين الجامعات والجهات المعنية بتدريب الطلاب. حول هذا الخبر وهذه الندوة والدراسة للحديث أكثر تنضم إلينا هاتفيا المحامية رباب المعبي. حياك الله أستاذ رباب معنا على هذه النشرة. رباب، إلى ماذا تهدف ندوة التدريب الميداني في أقسام الأنظمة في الجامعات السعودية، وأين تكمن أيضا حاجة سوق العمل لذلك؟ السلام عليكم ورحمة الله، شكرا استضافتكم ورحب بك وأستاذ محمد ورحب بجميع المشاهدين. الهدف من هذه الدراسة محاولة تحقيق التوازن بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، خاصة أنه أغلب الباحثات ممارسات للقانون ومجال المحاماة. أيضا إحنا بنقترب من المجال الأكاديمي ونقترب من المجال الإجرائي وهو الواقع العملي في المحاكم. النتائج اللي حصرت وإن شاء الله تكون بإذن الله لها أثر بالغ في سد هذه الفجوة، إن هو تخصيص برنامج ميداني لطلاب القانون والأنظمة، أسوة اللي هو برنامج تدريبي عملي أسوة بالقطاع الصحي، أيضا أهمية اعتماد آلية موحدة للتدريب في الجامعات لضمان كفاءة المخرجات التعليمية، أيضا أهمية التعاون مع الجهات الحكومية والمختصة بالشؤون القانونية بتدريب الخريجين مباشرة من بعد الجامعة. المرحلة السنة الأخيرة في التدريب أن يتم توجيههم إلى القطاعات الحكومية في الأقسام القانونية. أيضا أهمية إنشاء لجنة قانونية استشارية تقوم بأدوار هامة من ضمنها استقراء المناهج والمقررات في دول العالم، ومن ضمنها يتم بعد ذلك موائمة هذه المناهج لحسب سياسة وأداء المملكة العربية السعودية في القانون. طبعا كانت المقترحات من واقع دراسة مع الطلاب ودراسة من الأساتذة، الأغلب وبنسبة 93% يجدوا أنه الجانب التطبيقي يعتبر مفقود، لذلك أهمية تدشين مقرر المحكمة السورية. أيضا أهمية إضافة في قسم التدريب أن يكون ممارسين وليس فقط أكاديميين، بحكم أنه الممارس مارس العمل في داخل المرفق القضائي. أيضا من المقترحات جميل، اسمحي لي أستاذ رباب ولكن استدراك للوقت، يعني في الخبر جاء هناك معوقات تحول بين طلاب وطالبات الأنظمة وسوق العمل، هل في بعد هذه الندوة هناك حلول أو معالجات لهذه المعوقات أم لا؟ احنا نسعد برفع هذه الدراسة البحثية الى معالي رئيس جامعة أم القرى والى معالي وزير العدل والى هيئة التعليم والتدريب للاطلاع عليها ومحاولة تطبيق المقترحات. شكرا جزيلا لك المحامي رباب المعبي، كنت معنا عبر الهاتف.